كفاره في موضوع كيروش، ولا انت كنت عايزه يكمل بصراحه؟ انت كنت مع اللي يكمل؟ لا 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 انا كنت مع بصراحه انه لا. يمشي؟ لا كنا مع انه يمشي، لان هو بص هو شخصيه قويه جدا، مدرب سي في عالي، كل حاجه كويسه فيه بصراحه، اللي انه عنيد في مصلحه البلد، في مصلحه المنتخب. انت عديت بكذا مرحله الناس كلها اتكلمت في تغيير بعض مراكز اللعيبه اللي بتاثر على اداء المنتخب، ومع ذلك بتغير برضه في مراكز اللعيبه. نص الملعب، واتكلمنا ان ماتش السنغال هنا كان لازم يزود حته شويه هجوميه، التلاته بتوع نص الملعب زي بعض، شبه بعض، ما فيهمش تغيير، كلهم يلعبوا سته، لكن هم يلعبوا تمانيه لا كواليتي اقل شويه، مع ذلك برضه ما بيغيرش. خد بالك ده برضو الاهلي بقى شبهه كده، نفس فكره الثلاثه اللي في نص الملعب اللي شبه بعض، بيلعب برضو بالسوليه واليو ديانج وحمدي فتحي. بالظبط، فالاهلي حتى من الناحيه الهجوميه بقى اقل بقى كتير اقل، عن الاسماء اللي فيه، فهو عنده دوت لا ما يحمسنيش زي ان هو موسيماني يكمل. نفس عند موسيماني. لو هو لو بص هو كشخصيه قويه، هو المدرب استاذ محمد يعني مدرب منتخب او اي مطلوب مدرب او اي مدير فني، مطلوب يبقى شخصيه انت قويه طبعا. بتختار شخصيه قويه وبعد كده تتكلم بقى فنيا. فنيا دي بتشوف اسلوب لعبه هينفع مع اسلوب لعبك هنا، ما انت يعني اصلا شخصيتك واضحة في أدائك ولا لا؟ بالظبط ليك شخصيه، اسلوب مش باين. واضح فنيا كمان. لا هو الموضوع بالنسبه له كان لا انا هعمل كده. طيب ما انت طلعتنا من كاس العالم، هو فعلا طلعنا من كاس العالم. هو فشل. لا طبعا انت عارف المريخ السوداني طلعت تقارير قالت ان هو بيفاوضوا كيروش، بص هو عارف طلع الراجل في بتاع المريخ قال لك ايه؟ قال لك ده فاشل. بص يا محمد، هو لا هو هنفوز اسم، واحد فاشل ازاي؟ هو اسم كبير ما وسي في قوي كملوش جدا. وماله؟ هيجي له عروض، هيجي له عروض، لانه مسك اقوى منتخب في افريقيا، من اقوى منتخبات افريقيا، ومنتخب جنوب مصر افريقيا، كتاريخ كبير وبعدين واسم جنوب كبير في افريقيا افريقيا، ثم مصر. فهيجي له عروض. لا هيجي له عروض وهيمسك، وهنشوف الفتره اللي جايه. لكن احنا بنتكلم على الكره المصريه عامه، لا هو ما فادنيش. هو انا 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 معترض على بعض الناس اللي قالت انه اصلا غال احسن مننا ولازم هي اللي توصل واحنا ما قدمناش. لا احنا كان عندنا اداء ما ظهرش، يعني احنا عندنا امكانيات، احنا ما لعبناش بالامكانيات الحقيقيه بتاعتنا بصراحه. الناس بصت للسنغال يا استاذ محمد من ناحيه الانديه، اللعيبه يعني اللعيبه السنغال بتلعب في احسن انديه في اوروبا، فالناس بصت لقوه منتخب السنغال من الناحيه دي بس، لكن من المنظور الجماعي كمنتخب لا هم قليلين جدا. ده حتى الراجل ساعدنا في الماتش اللي هناك اللي في السنغال، انه غير بعض مراكز اللعيبه، دخل مظبوط ماني جوه وودى اسماعيل مظبوط، صار الناحيه الثانيه اللي هي مش عدلته، فساعدنا كمان في تغيير بعض لا مراكز مش اللعيبه. عدلته دي انقذتنا من الانفراد، فاكر يعني اللي فطر يعملها بيمينه اللي هي طلعت من الشناوي دي اللي كانت بره الانفراد فالراجل اللي جاي. كمان ساعدنا هناك، لكن هم كتيم جماعي لا. فلو احنا لعبنا لعبنا بقى، لو احنا لعبنا لعبنا او عدلنا بس الطريقه في بعض المراكز، او لعبنا كل واحد في مكانه، او ما جيتش مثلا الفت في موضوع رامي ربيعه ده تأليفه. لا دي كان هنا حد مش فاكر مين قال دي جريمه فنيه، لا انت مش تأليفه بقى دي جريمه، قال لك طبعا الموضوع رامي ربيعه ده جريمه فنيه. مع احترامي لرامي طبعا لعيب كبير، لكن هو كان الفتره اللي فاتت دي ما وملوش بيلعبش ذنب، من النادي الاهلي، هو ملوش ذنب، وكان غير ما بيلعبش كان اجازه 8 ايام، وكان اجازه اجازه، سلبيه، يعني في راحه حاجات كتير قوي سلبيه. لا ما ينفعش. وكمان جايبه على لعيب انت اصلا مختاره من الاول اللي هو محمود علاء، وايمن مظبوط اشرف مختاره من الاول، مظبوط، فطبيعي دول الاثنين اللي اتصابوا، او واحد اتصاب وواحد خد انذارات، فلازم الاثنين اللي انت مختارهم من البدايه ودول ده يبقوا احتياطي ليهم، او دول يحتاطوا ليهم. المفترض ان انت ضاممهم جديد يبقى احتياطي للي موجودين اللي انت واثق الامور فيهم. كلها ما كانتش يعني التوليفه كلها ما كانتش وقصه متظبطه. عمر جابر اللي هو ما كانش موجود في الحسبان، فهاني اتصاب فجاب عمر جابر يبقى اساسي على امام عاشور وعلى عمر كمال ناحيه اليمين، وعشان ممكن عمر اقول بتاع بيراميدز مش احلى. لا 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 والله ممكن اقول عمر عشان خاطر دفاعيا افضل شويه، فكان مأمن بيه شويه خاصه في الماتش اللي هنا في القاهره، فماشي. لا يعني ماشي برضه يا استاذ محمد، انا بس بقول كنا الماتش اللي هناك محتاجين جناح يعني يشتغل لا اكتر. برضه ما انت محتاج انت كنت كسبان هنا واحد، فلازم برضه تأمن الناحيه الدفاعيه، وهي المشكله خد بالك ان احنا معاه كنا دفاعين كويسين جدا.